السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله وإن إليه راجعون. العراق، تفاصيل وفاة المحامي والخبير القانوني طارق حرب. غيب الموت اليوم الأربعاء فجر هذا اليوم على الخبير القانوني المعروف طارق حرب عن عمر ناهز 80 عاما. أعلن ذلك نجل حرب في تدوينه له. انتقل إلى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب، وسيتم تشييعه في مدينة القاظمية المقدسة الساعة 8:30 صباحا من داره في مدينة القاظمية، حيث قالت نقابة المحاميين العراقيين إنها تنعي علما من أعلامها ورمزا كبيرا من رموزها المحامي طارق حرب الذي توفي فجر اليوم الأربعاء. وقالت إن المحامي طارق حرب يعد من قامات المهنة في هذه المهنة، وهي الخبير القانوني المعروف، وهو الأشهر على الصعيد المهني والوطني، وهو يعتبر مرجع مهم في خبايا القانون وعلومه. وبفقدانه هذا يعتبر خسارة، فخسارة لمهنتنا في المحاماة. طبعا هذا نقابة المحاميين هي التي تنعي وتقول هذا الكلام، حيث أن طارق حرب يعد أنه هو خسارة كبيرة.